للمزيد من النقاش والمتابعة تنضم إلينا هاتفيا دكتور مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة. أهلا بحضرتك يا دكتور إلى هذه التغطية. بداية بعد التحية، يعني لحياة كريمة عدة أهداف أبرزها التخفيف عن كاهل المواطنين في الكرة الأكثر احتياجا، ماذا لو لم تقدم الدولة المصرية على هذا المشروع؟ والله حضرتك يعني هو فكرة أن احنا نتخيل أن نوصل للسنة دي من غير ما كانت الدولة يعني تطلق هذه المبادرة من 5 سنين، أعتقد أن كان المواطن المصري هيعاني كثيرا مع حدوث الأزمة الاقتصادية الحالية العالمية، لأن احنا لمسين طبعا أن ده قد إيه خفف من يعني وطأة إلى حد ما، طبعا احنا ما نقدرش نقول أنها يعني بشكل دائم بس أو مستمر، بس لحد ما خففت كتير من على كاهل المواطن المصري حاجات كتير أعتقد أنه هو كان بيتكبدها نتيجة عدم توافر الخدمات وعدم توافر كثير من الإتاحة اللي موجودة عنده دلوقتي، عملية التمكين الاجتماعي أو الاقتصادي اللي المواطن بيتمتع بيها كانت هتبقى مش موجودة، كثير من الأمراض كانت هيبقى تكلفتها على المواطن وعلى الدولة موازنة كبيرة جدا. فأعتقد أن الحمد لله يعني فكرة أنها يعني فخامة الرئيس أطلق المبادرة من 5 سنوات، أعتقد أن الحمد لله بنبني ثمارها الحمد لله مع سطور تسليم المرحلة الأولى وتشغيلها ومتابعتها. إحنا يعني أعتقد أن إحنا الحمد لله كنا واخدين خطوة سابقة. نعم دكتورة مروة، لو حضرتك تحدثينا باستفاضة وفي أبرز نقاط كده أنه ما هي أهداف مبادرة حياة كريمة وما تم إنجازه في المرحلة الأولى خاصة؟ هي حياة كريمة كانت يمكن هو الحلم كان في توفيق يعني في أن يكون في توافر لحياة كريمة لكل مواطن مصري ومصرية. المعنى ده كان كبير وشامل ومتعلق بكل مناحي الحياة، من مشروعات بنية تحتية لمشروعات صحية لمشروعات تعليمية لمشروعات فيها نوع من أنواع الإتاحة والتمكين، لحاجات كتير جدا. احنا يعني بنتكلم يمكن كلمة حياة كريمة اختصرتها في ان احنا بنتكلم على كل مناحي الحياة، زي ما من قلنا حياة كريمة بتشتغل على التمكين المواطن من البنية التحتية وتوفير جميع انواع الخدمات تبقى جنبه وتبقى متوفرة له، وكمان مؤسسة حياة كريمة بتبدأ تعمل ده من خلال كمان تمكين وتنمية الإنسان المصري. فزي ما قلنا إن ده بيعمل عملية تطوير وتنمية للحجر، وكمان مؤسسة حياة كريمة عملت تنمية وتطوير للإنسان عشان يقدر يحافظ على مكتسبات اللي الدولة قدمتها له خلال الفترة اللي فاتت الحمد لله. نعم دكتورة مروة، أيضا يعني الموضوع لم يكن مقتصر فقط على المباني أو الشكل الحضاري أو الجمالي، الصرف الصحي، الطرق إلى آخره، كان يوجد أيضا العديد من الندوات التثقيفية وتوعوية للمواطنين، لو تحدثين عن هذه الندوات. زي ما يعني قلت لحضرتك، حضرتك تفضلت طبعا عرض فكرة الندوات التثقيفية والتوعوية. المواطن ما كانش عنده أصلا المكتسبات دي قبل كده، زائد إن احنا بنقول إن المبادرة استهدفت طبعا يعني إقليم الصعيد، يعني احنا بنتكلم في الصعيد فعلا كان تقريبا مهمش وما كانش فيه نوع من أنواع الإحساس بإن هو جزء من عجلة التنمية اللي بتدار في الدولة، وبالتالي بدأ التفكير في إن لأ، هي القصة مش قصة إن احنا بس فعلا نعمل تطوير وتنمية للبنية التحتية والطرق والمدارس، لأ كان لازم يبقى عملية تثقيف وتوعية، توعية للمواطن بإن ولاده لازم يتعلموا، بإن هو لازم يشتغل ويبقى جزء من النمو اللي بيحصل في البلد، إن هو كمان إزاي يحافظ على المكتسبات بتاعته دي، إيه حقوقه وواجباته تجاه البلد، يقدر ياخد حقوقه دي ازاي، الخدمات اللي البلد كلها الحكومة والدولة بتوفرها له لازم كان يبقى عارف ازاي بيقدر يعملها. وعشان كده
ليه دور مؤسسة حياة كريمة انها تكون متواجدة مع المواطن المصري في كل قرية، كل قرية بالفعل. يعني احنا ما كناش حتى بننزل محافظات، احنا بننزل قرى. زي ما حياة كريمة كانت حاطة القرى والنجوع على خريطة التنمية، مؤسسة حياة كريمة كمان كانت حاطة ده احد اولوياتها، لان كان فكرة ان احنا نبدأ ننمي ونوعي المواطن المصري، نوعي بكل الحاجات اللي بدأت الدولة توفرها له. كمان هو عيب القضايا الكبرى اللي موجودة اللي بيتم مناقشتها، وطبعا تقريبا احنا شفناها جلية جدا مع في يعني بتور القضية الفلسطينية، ان بدأ المواطن يعرف مصر دورها ايه ودورها كان عبر التاريخ ايه. الاجيال كمان الناشئة والنشء والطلبة الجامعة كان واجب علينا ان احنا نعرفهم ايه التفاصيل وايه المجريات والمراحل كلها اللي عدت بيها القضية دي، وليه مصر واقفة فيها. يعني الحمد لله نقدر نقول ان احنا السند الاول والاكبر لاخواتنا في فلسطين. كان ده دور اساسي، الى جانب طبعا ان احنا نكمل في توعية النشء وطلبة الجامعة بدورهم الفعال في المجتمع، في التطوع، في كل القضايا الهامة اللي أي مجتمع دولي بيهمه في يعني أي دولة بتهمها أنها توعي بيها مواطنيها. إحنا كنا بننزل لحد المواطن عشان ما نحملهوش كمان عناء أنه هو يوصل. كمان نعم. بنعمل عمليات كتير من أنواع عمليات كبيرة من إلى جانب التوعية والتثقيف، عملية التعليم ومجابهة التسرب من التعليم ومساندة الشعب في كل الظروف اللي بتواجهه، زي مثلا المبادرة تقدر في 10 أيام اللي أطلقتها حياة كريمة السنة الماضية مع طلبة الثانوية العامة قبل الامتحانات، إن احنا بقينا نوفر لهم أماكن لتلقي محاضرات أونلاين على أيدي أحسن الأساتذة والمدرسين، عشان نجابه يعني نخلي نقدر نساعد المواطن إنه يجابه ظاهرة الدروس الخصوصية. نعم. وكمان الأقاليم البعيدة. دكتورة مروة، يعني بحديث حضرتك عن الشباب، يعني الشباب لهم دور كبير الحقيقة. يعني وجدنا في الانتخابات الرئاسية كان أعلى نسبة أصوات كانت من الشباب، وأيضا كما حضرتك تفضلت يعني كان في محاولة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية من مبادرة حياة كريمة إلى أشقائنا في قطاع غزة. لو هنتحدث عن دور الشباب سواء كانوا مشاركين أو متطوعين في حياة كريمة، يعني لما بنقول ان حياة كريمة هي مؤسسة شبابية بدأت بحلم شباب، فهي لسه محافظة على الشكل ده، شكلها من حيث الإدارة وشكلها من حيث متطوعينها. لما بنقول ان حياة كريمة خارجة الحمد لله من 2023 بقاعدة متطوعين الحمد لله تجاوز 45,000 متطوع، بنبقى فخورين بذلك. متطوعين فاعلين شاركوا في عملية متابعة العملية الانتخابية بمنتهى الشفافية ب 22,000 متطوع، دي حاجة بنفخر بيها. بينقلوا كل الصور وبيساعدوا المواطنين، بيعرفوهم حقوقهم وهم اللي بيشرفوا على ان هم يدوا المعلومات الصحيحة للمواطن ويطلعوه على حقوقه وواجباته. كانت بتبقى من اكبر يعني نقاط القوة اللي كانت بتتمتع بيها حياة كريمة، لان لما الشاب بيسمع المعلومة والبيانات من شاب زيه بتفرق كتير جدا معاه، لانه بيبقى مصدق انه هو يقدر هو كمان يبقى متمكن، ويقدر هو كمان يبقى جزء من المنظومة الكبيرة اللي بتساعد وبتعمل دور فعال في المجتمع. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة على كل ما أشرت إليه.